سقة جاهز؟ إن شاء الله. درة جاهزة؟ إن شاء الله. حسعيد بدأنا بالقلب الصغر، يا ترى كم ألم هيبقى أقرب من كتير. أنا بعمل مكرونة سباجيتي. بالظبط. I think it's fine. تمام، أوزن. وطبعا افتكروا إن وزن العلبة مش في الميزان. أوكي. جاهزين؟ تفضل الدرة، تفضل أحمد. ليدي سبار. إيه. أوكي. يلا. تفضلي. تفضلي درة. كيلو 320 جرام. اوكي حلو، مش حلو. بعيده. احمد لو اقرب يا دره هياخد النقطه في المرحله. لو انا اقل مش كده يعني؟ لو اقرب للكيلو. اقرب للكيلو. طب ما هي زياده عن الكيلو دلوقتي دره. بالظبط. طب يعني لو انا اقل منها انجنرال مش كده؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يس، برافو. يس! برافو. برافو سقة. 0.956. برافو سقة. يلا جاهزين؟ ان شاء الله. اتفضلوا يلا. تصفري. باقي 20 ثانية طبعا. قدروا قد ايه كبروا المشابه؟ اقدر كيلو قد ايه وال 7 6 5 4 3 2 1. للاخر بعد عم بتحط مشبك. يلا دره واحمد جاهزين؟ تفضلوا. يس. ابدا. ربنا يستر، انا بقيت خايفه. يلا استنى كده. لا العكس، زي ما انت عملتيها. اوه حلو قوي. كيلو قريب 136. انا دايما قلبي كبير، دايما زياده. كريمه كريمه. اتفضلي دوره بعد اذنك. هشيل الصندوق. كرم ده احط. اوكي هلا السقه. لا طبعا انا بست جرامات كسب السقه. برافو لاحمد، والنقطه الثانيه بتروح لاحمد. لعيونك. انا بقيتش عارفه. بس دول خفاف المفروض. اقرب للكيلو. بحط كتير انا، عندي كرم بزياده. احمد ركز، تركيز رهيب. الامل الوحيد ان احنا ناخد الخمس نقاط ونفضل في اللعبه، لان لو خسر الجيم ده احمد مش هنلعب الجيم السادس. احمد شكله جاهز ومتمكن. تفضلوا دره احمد. هنبدا بدره. تفضلي بشويش. تفضلي بشوي. مش حاسه اني شاطره في اللعبه، بس يعني يلا نشوف. يا لهوي عليا. كيلو 810. انا اوفر قوي، انا اوفر قوي. اكيد هو. لا تصدقين 810. لا مستحيل، انا عديت بكتير قوي المره دي. مستحيل. ايه ده؟ ده كويس. 2 كيلو الحمد لله. 1.06 نقطة لدرة. برافو. وبعدنا عن نقطتين للسقة. يلا هنكمل مع الحاجات والمحتاجات. دي أصعب لعبة بالنسبة لي، تتخيلي؟ شكلها شكل الغسيل. بس أنا مش عارفة أقدر الكيلو بيبقى كام. انتهى الوقت، محتاجين الصناديق هنا. هنبدأ بصندوق درة. اتفضلي. لا حاسة إنها خفيفة. خلص الوقت بجد؟ ما ينفعش أزود؟ اتفضلي. يلا حسبي حبيبتي. خفيفة قوي. واو. 0.800 جرام. اوه. يلا 798 800. لا متهيألي هو هيبقى أحسن. أظبط. أيوه. زيرو. أنا كنت عايزة أزود شوية بس. أوه ماي جاد، كان فاضل لك 4 جرام وتجيب الكيلو. لا أنا راضي كده الحمد لله. أنا كده راضي. واضح إنك في التقدير حلو قوي. برافو. 3 نقط لأحمد، نقطة لدرة. يلا. يلا ايه تاني؟ احمد بعد فيه، بص وراك فيها شويه. ما بعرفش. طيب ماشي. يلا جاهزين؟ ان شاء الله. ايه
ما تغششني يا سقا اي حاجه. انا ما بعرفش اقدر الكيلو. لا هنا هنا السقا ما يعرفكيش، منأكل الخمس نقط. يلا دور. لا بقى يا جماعه ده انا كنت كسبانه، انا زعلانه قوي. بس ركزي، ممكن بعد لسه ما دي اللعبه دي بالنسبه لي. فاضل 10 ثواني، 5 ثواني. والله ما عارفه خالص. خلاص خلص الوقت. بليز تفضلوا تفضلوا، مو احد يحط، تفضلوا عندي. دول راح نبدا في بصندوقك الاول. تفضلي على الميزان. يا نهار ازرق. انا يا كتير يا قليل. كيلو و 578 76 كيلو ونص. في شويه زودتهم في الاخر كده، ما كانش لازم ازودهم. اوزن انا؟ اتفضل اتفضل. سقه سقه اكيد فور شور هيكسب طبعا. يا باشا.